بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثالث. مراجعة سريعة إن شاء الله في مادة الشحن والتفريغ، وإن شاء الله نبتدي مع بعض المادة دي. إن شاء الله دي أول شرح ليها، دي مراجعة للأسئلة اللي ممكن متوقعة 99.9% إن هي تجي لك في الامتحانات. حرفيا تقريبا ممكن هذه الأسئلة زي ما هي كده تجيلك في الامتحان حرفيا كده. لو حفظت هذه المراجعة بالظبط ضمانا مني كده إن شاء الله هتقفل درجتك النهائية. ما تنسناش بدعمك للقناة بإنك أنت تدوس لنا لايك وتشارك الفيديو مع زمايلك. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. دي ان شاء الله اجابات الاسئله والاجابات الوحده الاولى من ماده الشحن والتفريغ. السؤال الاولاني بيقول لي تتعرض البضائع للخساره في المراحل المتعدده التي تمر بها. ايه هي بقى المراحل دي؟ اذكرها. اول مرحله الموانئ، السفينه الناقله للبضائع، تداول البضائع اثناء الشحن والتفريغ، العبوات، سحب البضائع من الدائرة الجمركية. ده قد ممكن تؤدي في هذه الحالات الخمسة اللي قدامي دي إلى خسائر قد تحدث في البضائع من خلال هذه العمليات. السؤال الثاني إن شاء الله مع بعضينا بيقول لي اشرح ثلاثة من العناصر الهامة التي تحقق سلامة البضائع. أول حاجة في الموانئ، لو المينا ديت معبول، لو المينا دي اختصارا لهذا الكلام، لو المينا ديت معدة بأجهزة حديثة في المناولة أو التداول أو الشحن أو التفريغ، والعمال متدربين تدريب اللي هم في المينا تدريب جيد وما بيحصلش تراكم والعملية منظمة، ده في الموانئ بيحقق سلامة البضائع. تاني حاجة عندي السفينة الناقلة للبضائع، ايه اللي قد ده الكلام دوت؟ لو السفينة دي تعرضت لأمواج أو تعرضت لأي حاجة نظير العوامل الجوية المختلفة، لو هذه السفينة البضائع اللي عليها ديت متربطة تربيط جيد ومعمول لها اللاشنج جيد فمش هيحصل لها خسارة. تالت حاجة اللي هي تداول البضائع أثناء الشحن والتفريغ، لو هيحصل كده ان في اثناء الشحن والتفريغ عملية تداول بالالات الحديثة وبتدريب الجيد للعنصر البشري مش هيحصل خسائر لهذه البضائع. رقم اربعة، هو عايز ثلاث حاجات عندي كده لو تفتكر، لكن احنا بنعمل الخمسة وانت اختار منهم ثلاثة او احفظ منهم ثلاثة. العبوات برضو كذلك، لو هذه البضائع متعبئة في يعني مثلا متعبية او متغلفة جيدا فمش هيحصل لها، ومتربطة جيدا برضو وثابتة تربيط جيد فمش هيحصل لها بالتالي خسارة. هنا بقى في الرقم خمسة، سحب البضائع من الدائرة الجمركية. لو بيحصل تباطؤ كده ان انا بقاوم هذه البضائع في الدائرة الجمركية، ومثلا كراجل انا اتأخرت في ان انا استلم الشحنة بتاعتي او حصل ان هي تكدست البضاعة دي، فبالتالي هيتأثر لحاجات كتير زي السرقة وزي ان الحاجة دي هتهمل او العوامل الجوية هتأثر فيها. طب السؤال التالت بيقول لي اذكر السبب في ظاهرة التكدس في المواني. عدم نظام دورة البضاعة في المواني الخارجية ومواني الوصول بسبب عدم جدولة ورود هذه السفن الصغيرة. علل عدم انتظام دورة البضاعة بين المواني الخارجية ومواني الوصول بسبب عدم جدولة برضه وورود هذه السفن الصغيرة ومشكل عبئا على الميناء العمليات التراكم. اذكر اساليب الحد من الخسائر البحرية. اساليب الحد دي منها اللي هي واجبات الشاحن، واجبات النقل البحري، واجبات المرسل اليهم، واجبات سلطات الموانئ. طب تعالى بقى، هناك واجبات للشاحن واخرى للنقل البحري للحد من الخسائر. السؤال ده شفت ده بتاخد بصيغة وده صيغة تانية. قارن بين واجبات كل منهم اللي هو الشاحن والنقل البحري. طيب تعال بقى هنا نشوف واجبات الشاحن. يجب على الشاحن اختيار التعبئة المناسبة لنوع البضائع، وذلك حتى يمكن ان تتناسب مع عمليات النقل والتخزين، ويتم ذلك من خلال التعبئة بالطريقة الصحيحة.
كذلك ينبغي على الشاحن حماية البضائع المنقولة من السرقات، فالسلع ذات القيمة المرتفعة والمواد الغذائية وغيرها من السلع المشابهة اللي بتغري اللصوص يتطلب إجراءات عملية فعالة لمنع سرقتها. طيب برضو فلا هنا مع ازاي طيب فلا يجب ان تكون العلامات المميزه لهذه المواد ظاهره، يعني انا عندي حاجه غاليه كده ما فيش ان انا ما اجيش ما اروح احاول اخفي العلامات بقدر المستطاع علشان خاطر ما اغريش اللصوص، زي مثلا لو انا في مثلا جايب شحنه زي مثلا غاليه ابل اللي هي اللابات مثلا لابتوب ولا بتاع، بحاول ان انا اعمل هذه هي في بوليصه الشحن بهذه الصيغه، ولكن انا بحاول مثلا الكرتونه ان انا ارسم تلفزيون وهذا التلفزيون او مثلا صوره تلفزيون واحطه جواها اللاب، لكن هو نقول دي جواها ده مثلا بيقول ده تلفزيون او التلفزيون بيقول جواه دراجه مثلا، بحاول اغري قصدي بحاول اموه شويه عن نوع هذه البضائع الغاليه. طب دي واجبات الشاحن. واجبات النقل البحري بقى، يقع النقل عبء كبير في العمل على وقاية البضائع من الخسائر أثناء وجودها تحت مسؤوليته خلال رحلة النقل، فيجب عليه أن يتوقع الخسائر التي قد تلحق بالبضائع التي ينقلها، أن يعمل على منع الخسائر التي يمكن الوقاية منها مثل الأضرار الناجمة عن سوء المناولة والتسديف، أن قيام النقل بتسليم الشحنات في حالة جيدة طبعا بيعتبر ده دعاية ليه جيدة علشان خاطر إن هو رضى العميل بتاعه ووصل له بضاعته سليمة. طيب بيقول لي اذكر واجبات المرسل اليهم ودور سلطات الموانئ. واجبات المرسل اليهم، استفيد المرسل اليه بلا شك من استلام بضائعه بحاله جيده، ولذا يجب عليه اتخاذ اجراءات كافه لحمايه الشحنات عند وصولها، وذلك بان يسرع باستلامها. ده اللي هو المفروض المرسل اليه ان هو يرجع يستلمها بسرعه عشان خاطر ما يحصلش لها تكدس زي ما قلنا او غيره او تلف. كما يجب ان يكون على معرفه تامه ودقيقه باجراءات الاستلام للبضائع ديت عشان خاطر برضه بيسهل، يعني بعارف هيخلص ورقه ازاي ويكون مخلص ومجهز ورقه كله عشان يستلم شحنته بسرعه. واجبات سلطات المواني بقى، تعتبر سلطات المواني من اكثر الاطراف اهميه في العمل على الوقايه من الخسائر، فلا شك ان حركه البضائع المستورده والمصدره في موانئ الوصول تعتبر مؤشر لتدفق البضائع في التجاره الدوليه، واتمام هذه العمليه الهامه بنجاح تعتبر خطوه موفقه في نقل البضائع بسهوله ويسر من الصانع الى المستهلك، ومن الضروري استعمال انسب الوسائل والمعدات في تفريغ وشحن البضائع، عشان قلنا بعض برضو الموانئ اللي هي بتبقى مجهزه بوسائل تفريغ وشحن جيده فما بيحصلش ايه تلف بقدر المستطاع والعماله مدربه الى هذه البضائع. طب بيقول لي صنف انواع البضائع المختلفه. بتنقسم البضائع التي تنقل الى البحر الى قسمين رئيسيين، البضائع الجافه. زي ايه البضائع الجافه؟ زي البضائع العامه والبضائع الصب والحاويات والبضائع المثلجه. البضائع طبعا السائله زي البترول الخام والمنتجات البتروليه والمواد الكيماويه والغازات المسالة والمنتجات الزراعيه، دي البضائع السائله. طب عرف كل من طريقه تداول البضائع، هي عمليه نقل البضائع ده التداول، خد بالك عندي تداول وعندي شحن وعندي تسديف، هنعرف كل منها بتعريفات بسيطة احفظها متكررة في الامتحانات دايما. طريقة تداول البضائع هي عملية نقل البضائع من جانب الرصيف أو الصنادل إلى عنابر السفينة أو العكس باستخدام أدوات الشحن والتفريغ الموجودة بالسفينة أو البر أو الأوناش العائمة أو الكباشات أو الشفاطات. طب الشحن بقى، يقول لو قال لي عرف الشحن. الشحن هي نقل البضائع من جانب الرصيف إلى عنابر السفينة بواسطة أدوات الشحن والتفريغ، ده الشحن. عكسه التفريغ اللي هي نقل البضائع من عنابر السفينة إلى جانب الرصيف أو الصنادل بواسطة أدوات الشحن. عندي عملية تسديف، إيه هو التسديف؟ هي عملية رص البضائع داخل العنبر أو على سطح السفينة في الأماكن المحددة بناء على خطة الشحن الموضوعة بواسطة الربان أو الضابط الأول، وكذلك العناية بهذه البضائع في ميناء التفريغ. طب بيقول لي بقى اكتب المصطلح الدال على هذه العبارة. هي نقل البضائع من جانب الرصيف الى عنابر السفينه، ده شفت بقى صيغه اسئله، ولكن هذه الاسئله مكرره ولكن بصفه او بصيغه، يعني بيجي لك السؤال ممكن بكذا صيغه. هنا بيقول لي هي نقل البضائع من جانب الرصيف الى عنابر السفينه بواسطه ادوات الشحن والتفريغ، لو تفتكروها كده اللي هي ايه بقى كده اهوت هنا اللي هي الشحن. المصطلح بتاعها لو جالي العباره دي المصطلح بتاعها معناه الشحن. طب هي عمليه رص البضائع داخل العنابر او على سطح السفينه في الاماكن المحدده ليها بواسطه الربان، لسه قايلنا هنا اللي هي ايه التسديف. طب هي نقل البضائع من عنابر السفينه الى جانب الرصيف اللي هي التفريغ، السؤال بصيغه تانيه. طيب هي عمليه نقل البضائع من جانب الرصيف او الصنادل الى عنابر السفينه اللي هي طريقه تداول البضائع. طب اذكر ادوات الشحن والتفريغ وفيما تستخدم كل اداه.
عندي ادوات زي حبال التحزيم واللي هو الصباني وحبل تحزيم القماش وخطاف البراميل، طبال الشحن والتفريغ، صناديق الشحن والتفريغ، شباك الشحن والتفريغ، صبان الاحمال الثقيله، صبان السيارات، وده عارف معروف صبان السيارات لرفع السيارات، صبان الاحمال الصغير ده استخدم في مناوره عربات السكه الحديد، شباك الشحن ديت انا هسيب لك انا الجدول كده تراجعه مع نفسك كده اهوت اهو بتستخدم كل حاجه في ايه هنا. السؤال هنا بيقول لي اكمل تنقسم البضائع التي تنقل البحر الى قسمين رئيسيين، بضائع جافه وبضائع سائله. بضائع الجافه زي ايه قلنا؟ هيجي لك نقط ونقط 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 اللي هو زي ايه؟ زي البضائع العامه والبضائع الصب والحاويات والبضائع المثلجه. البضائع السائله نقط 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 اللي هي البترول، ونقط اللي هي المنتجات البتروليه، ونقط اللي هي المواد الكيماويه، ونقط اللي هي المغذيات المسالة، ونقط والمنتجات الزراعيه. اكمل العبارات الاتيه: تتعرض البضائع اثناء الرحله لعده مخاطر سواء من ايه؟ من السفينة الناقلة ذاتها، أو من نقط هنا الظروف الطبيعية التي تواجهها السفينة. ب تتضافر جهود كل من نقط ونقط ونقط اللي هو الشاحن ونقل البحر المرسل إليه، وكذا نقط اللي هي سلطات الموانئ في محاولة منع الخسائر البضاعة والحد منها. البضاعة لا تنقل البحر تنقل بحرا تكون غالبا في شكل إيه بقى؟ نقط ونقط ونقط بشكل جوالات أو صناديق أو كراتين أو بلات أو براميل، وبتكون ممكن تكون داخل ايه؟ جوه ايه يعني؟ جوه حاويات، او تكون بدون اغلفه، وهي البضائع الهيكليه او بضائع الصب. طيب ظاهره التكدس في ايه؟ تلك الظاهره تلحق بالبضائع نقط بالغا. ظاهره التكدس في المواني تلك التي تلحق بالبضائع ايه؟ ضرر بالغ. وتختلف وسيله شحن وتفريغ، تختلف وسيله شحن وتفريغ البضاعه من والى السفينه باختلاف البضاعه نفسها، فمنها ما يحتاج الى نقط ونقط 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 يقول ايه؟ اوناش وسيور وخراطيم وكبشات. طب يستخدم في مناولة عربات السكة الحديد وما شابه ذلك اللي هو صبان الاحمال الثقيلة. طب لرفع السيارات اثناء الشحن والتفريغ للحفاظ على جسم السيارات اللي هو صبان السيارات. يصنع من الحبال او السلوك الرفيع لمناولة الطرود والكراتين اللي هي شباك الشحن والتفريغ. يستعمل في مناولة البالات والبراميل والصناديق اللي هي حبال التحزيم. طب اللي هي حبال التحزيم. طب هنا عندي يستخدم في الاجوله والكراتين اللي هو حبل تحزيم من القماش. تستعمل في حمل البراميل لسرعه المناوله اللي هو خطاف البراميل. كده انتهينا من الوحده الاولى مع بعضينا. ان شاء الله انا هحاول اجزأ لك الكلام ده. لا ما تنساناش بدعمك او اللايك للفيديو، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.